ومشاهدينا، يمكن من خلال برنامجنا بنحاول فعلا نسلط الضوء على الشباب الأردني المتميز واللي منتمي فعلا لأرض الوطن. ضيف الكريم هو يعني صديق عزيز علي، تعرفت عليه من خلال صفحات الفيسبوك من سنوات. طبعا متميز جدا لما دخلت على صفحته، وبعدين عرفت انه هو كاتب ومحلل سياسي متميز. الجميل في الموضوع انه مغترب عن الأردن 26 عام، لكن يمكن المتواجدين داخل الأردن هو على تواصل أكثر منهم. انتماء صادق جدا، قرأت له على كثير من المواقع الإلكترونية وفي الصحف الأردنية الرسمية عدد كثير من المقالات يعبر عنها عن غيرته عن الوطن، وبقدم أيضا حبه للوطن بطريقة رائعة جدا. فضيفي هو شاب أردني متميز فعلا في كافة المجالات، متطوع اجتماعي، متواصل مع الوطن دائما، والآن هو موجود بسبب تكريم لإعلاميين شباب من خلال مؤسسة حواري الإعلامية، وتم تكريمه من خلال مؤسسات أيضا دولية ومؤسسات عربية ومحلية نتيجة نشاطاته الدائمة جدا وأيضا نشاطاته التطوعية. فاسمحوا لي أرحب أجمل ترحيب بالمهندس عبد الرحمن بدران. أهلا وسهلا فيك. أهلا يا ستي، الله يسعدك. أهلا وسهلا، أنت صاحب محل يعني. الله يسعدك. يعني أنت مغترب صحيح 26 عام في السعودية، لكن أجمل ما فيك بأنه قلبك هون. الله يبارك. فالجسد هناك لكن القلب هون والعطاء هون، وتواصلك دائما رايح جاي على الأردن، وإحنا بنستغل زيارتك هون حتى نشوفك. فأنت ضيف مميز على برنامج يوم جديد. الله يبارك فيك. أول شيء سعد صباحك وسعد صباح المشاهدين الكرام في كل مكان، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم من جديد. وزي ما تفضلت، أنا بعتبر حالي يعني واحد منكم، يعني أنا ما بعتبر حالي ضيف بينكم بصراحة. أهلا وسهلا. هلا عشان بس 26 عام، عشان ما يفكرون كثير ختيار المشاهدين، انا يمكن مغترب من لما مواليد، مش مواليد، انا من لما كنت صغير. يعني انا طلعت مع الوالد والوالدة الله يرحمهم من لما كنت صغير، في سن صغير 4 سنوات او 5 سنوات، وكملنا بعدين. هلا بيقدروا يحسب العمر ويعرف عمري بعدين المشاهدين. الله يعطيك الصحة. الله يسعدك يا رب. فزي ما تفضلتي، هلا يمكن الواحد صح يتغرب عن البلد، لكن الحمد لله البلد عايش في قلبنا، وهذا الشيء المهم اللي لازم نحكيه احنا للشباب في بلدنا تحديدا وفي كل البلدان العربية. خلينا نحكي، مهم جدا انه الواحد يقدم لبلده ويقدم بعطاء ما ينتظر المقابل. اجمل شيء هو اني انا ارسم ابتسامة على وجه شخص كان مشتاق لها، او اني امسح دمعة. يمكن انا يعني استخدمت الاعلام من خلال الامور هاي، وزي ما حكينا احنا قبل سنتين لما انا طلعت معك اول مرة، انه أنا اشتغلت على حالي في الإعلام حتى أنه أستخدمه بالشكل الإيجابي. رب العالمين خلقنا عينتين حتى الواحد يشوف الإيجابيات والسلبيات. يمكن كتير أمور منتابعها حتى في السعودية مع الجالية الأردنية وخارج السعودية، يعني داخل الأردن، في سيئات وفي مساوئ، في أمور سيئة بتحصل، بس في إيجابيات. يعني تمشي بالشارع في عمان في أشياء جميلة. للأسف الشديد كإعلاميين، في بعض الإعلاميين ما بيسلط الضوء عليها، بتلاقيه بيسلط الضوء على الأشياء السيئة، لدرجة أنه اللي خارج البلد لما يقرأ الأخبار عن البلد بقول لك يا عم البلد عندك قايمة قاعدة، أنت إيش الصورة اللي على الأردن؟ هذا واجبنا. أنا بعتبر أنه هذا من الواجبات اللي على كل شخص إعلامي حتى غير إعلامي، لكن كإعلامي بشكل أكبر، لأنك أنت بتنقل بشكل أسرع من غيرك، معلومتك بتوصل بشكل أسرع من غيرك. أكيد. أنا بس بدي أنوه بأنه أجمل ما في كتاباتك أنه هنالك نقد بناء. هلا هنالك بعض من الأشخاص بنقدوا لأجل النقد، خلص. في ناس دائما على فكرة شكونجي. صحيح. إحنا بنحكي. صحيح. بس الجميل في الموضوع أنه إحنا ننقد ويكون في نقد بناء، ونعطي اقتراحات بديلة، وأنه نجمل. يعني مش دائما النقد، مش دائما نشوف بأنه كل شيء سوداوي في الوطن. ما منعظم الإنجازات، في إنجازات رائعة الوطن، في أشياء صح. إحنا زينا زي أي مواطن، ما بدنا ننظر، وإنت حضرتك كمان إعلامي، في أشياء سلبية نكون واقعيين، بس إحنا كمان إحنا مش في المدينة الفاضلة، هنالك أشياء الوطن يعني فعلا رائع جدا، ويمكن ما بيعرف خير الوطن إلا اللي بيتركه وبيطلع فيه منه. يعني الوطن بيستحق إنه فعلا نعطيه 100%. خلينا نحكي بكل واقعية، وحضرتك يعني تكرمت من أكثر من مؤسسة، ومؤسسة ليست أردنية فقط إنما عربية ومؤسسات أخرى. العمل التطوعي كم أخذ من حياتك؟ وحضرتك أنا بدي أنوه مهندس، وبتعمل في شركة للإلكترونيات في السعودية، في الاتصالات في السعودية، وأيضا نشيط جدا في مجال الإعلام، ومتواصل مع وسائل الإعلام الأردنية كأنك موجود هنا.
فكم أخذ هذا من وقتك، ولماذا العمل التطوعي اللي هو موضوعي أنا عن دور الشباب في تنمية المجتمع؟ هلا شوف احكي لك، العمل التطوعي انا بعتبره يعني معاي من لما يعني بدات دراستي الجامعيه، خلينا نحكي لانه قبل هيك كوني كنت وحيد كنت كمان يعني بعيد عن الجو العام خلينا نحكي، بس من بدء دراستي الجامعيه بدا معاي من انتمائي للنادي الثقافي في جامعه فيلادلفيا في عام 2004 عفوا في عام 2002 حتى قبل 2004. فانت بتحكي عن اكثر من 10 سنوات من حياتي، وانا هذا المبدا عندي راسخ في حياتي ان شاء الله يستمر ل يعني لاخر لحظه في حياتي، لانه هذا عمل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس انفعهم الناس، في رواه الطبراني. خير الناس انفعهم الناس، كل ما انت بتعمل شيء في خير لغيرك، حتى زي ما قلت لك لو بترسم ضحكه على ولد عمره سنتين بتجيب له لعبه بضحك بينبسط فيها، هاي بتسوى الدنيا كلياتها، هاي بتعطيك قيمه انت في دنياك وما بعد دنياك. هلا نقطه جدا مهمه تفضلتي فيها انت، انه احنا بتقعدي مع كثير شباب، اول ما تقعدي معاه بحكي لك البلد فيها كذا وفيها كذا والبنزين غالي ومش عارف ايش غالي والغلا اوكي ما في مشاكل، ما اختلفنا زي ما تفضلت احنا ما بننظر، اكيد كل بلد في الدنيا فيها مشاكل، لكن انا عشان اناقش اي مشكله لازم اطرح حلول. انا درست في الهندسه to know how and to know why، ليش وكيف، هاي من اساسيات دراسه الهندسه. لازم تعرف انت لما بدك تتعامل مع اي مشكله لازم تعرف كيف وليش هاي المشكله عشان الاقي حل، مش اقعد احكي بالمشكله ساعتين وثلاثه. طيب طرحت حل، اعطيتني حلول، اذا ما طرحت حل معناتها يوزلس. عشان هيك انا بمقالاتي اللي بكتبها دائما لما بدي احكي عن الملكيه مثلا، كتبت مقال قبل فتره عن الملكيه الاردنيه، او احكي عن السفاره الاردنيه بالسعوديه. نعم في ناس بيجيبوا لك يا اخي السفاره بتعمل لناش شيء والسفاره كذا، اوكي هلا السفاره بشر في لهم اخطاء. نعم. لكن في المقابل انت لما تطرح اي مشكله تعامل هم معاها، اطرح حل، اعطي حل، الناس بتسمع. انا لما يعني اجلس مع انسان واحكي له انت عندك كذا وكذا وكذا واعدد فيه عيوب، راح يصير في عنده رد فعل سلبي. طب انت يا اخي اعطيتني طريقه اني اعدل السلبيات اللي عندي، ما اعطيتني، انت عم بتذم فيه. لكن في المقابل انت لو نظرت بعينك اليمين للايجابيات وبعينك الشمال للسلبيات، هيك بتصير انت متوازن. فهذا واجبنا تجاه وطننا، انه احنا نكون سبب في انماء هذا الوطن. الشباب ركيزه من ركائز الوطن، لو ترجع لكل الحضارات في العالم اللي قامت في العالم، وانت حضرتك يمكن كمان في دراسه الماجستير بتمر عليك هاي الامور كثير، وكثير ناس اللي طلع على التاريخ، وانا يعني بحاول اقرا دائما في التاريخ حتى التاريخ القديم، كل الحضارات اللي قامت على شباب، على شباب صحيح. ليش؟ لانه الشباب انعطوا فرصه، وفي المقابل الشباب آمنوا أنه أنا لازم أعمل عمل تطوعي. هلأ في كتير شباب يدوروا على الفوائد في البنوك، مزبوط؟ نعم. يروح بده مثلا يشتري شقة يشتري سيارة يدور على الفوائد. أنا بحكيها أكثر فائدة ممكن تكون حلال وسهلة وما بتخسر معك، هي لما تعمل خير ترميه في البحر. صحيح بتجي ثمار ولو بعد حين ارميه في البحر. أنا بس بدي يعني أركز على نقطة أنا كتير دايما بضلني أركز عليها، إنه لما أستضيف شباب أردني من طلاب هالجامعات اللي بيدرسوا ومنتمين لأعمال تطوعية، كتير بكون مبسوطة إنه شبابنا هذا وقت الفراغ، إحنا مش بس بدنا شباب يدرس وياخد شهادة ويروح يداوم على الجامعة ويروح، إحنا بدنا شباب واعي مدرك، شباب متحمل للمسؤولية. علشان هيك إحنا كتير دايما أنا بضلني أحكي إذا بدك تخسر ابنك دلله، فهاي نقطة كتير، الدلال الزائد احيانا واعطائه كل شيء بالسهل كثير بضره. انت وحيد، انا بدي انوه، الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله ويبارك لك في عمرك، لكن تميزت في عدد كبير من المجالات ومتميز في العمل التطوعي، نشيط جدا، منتمي جدا، وخلصت هندسه لكن دخلت الى عالم الاعلام. كيف نخلق فعلا شباب واعي من ناحيه الاسره، دور الاسره، كيف استطاعت أن تصنع المهندس عبد الرحمن، ومن ناحية المجتمع المؤسسات كيف نربي أبنائنا بحيث أنه فعلا نطلع واحد متميز بنحتس فيه؟ إحنا مش بس بدنا شهادات، يعني مشكلتنا إحنا عم ناخد شهادات لكن بنجد أنه أكثر المشاكل من أصحاب حملة الشهادات. أكيد. هلأ يعني أنا بدي أكد أنه يمكن يعني زي ما تفضلت الأسرة لها الدور الأول في المجتمع، قبل التعليم وقبل المدرسة وقبل كل شيء. ويمكن انا يعني دائما الواحد لازم ياكد انه الفضل الاكبر بعد رب العالمين لوالدي ووالدتي الله يرحمهم اللي طلعوا وكانوا سبب في وجود هذا الانسان اللي هو عبد الرحمن بدران. لكن
في نقطة جدا مهمة يمكن احنا بنعملها مع اولادنا في كثير من المرات ما بننتبه حالنا. لما نكون قاعدين مثلا في جلسات بتلاقي الولد بده يعني يعطي رأيه في الموضوع، يحكي رأيه، اول ما تطلع انت على ابوه او امه ايش، خلص اسكت تحكيش، ما الكبار بيحكوا الصغار ما يحكوا. انا هون عودت ابني على القمع، انا عودت ابني على انه ما يقدرش يحكي. هاي نقطة جدا مهمة، عشان اتقبل الرأي الاخر لازم ابدا اتقبله من لما اتعامل مع ابني اللي عمره سنة واللي عمره سنتين. هذا بني ادم له الحق انه يحكي وجهة نظره، بالعكس انت خده وشجعه. انا يمكن قبل يومين كنت بقرا بشغلة عجبتني جدا عن شعراء، مجموعة شعراء عن واحدة من البلدان الشقيقة. هذول الشعراء من أميز الشعراء اللي نجحوا على مستوى البلد، من أكبر الشعراء. لما قعدت أقرأ بقصص نجاحهم وجدت أنه من أهم أسباب نجاحهم أنه في شاعر من شعراء الكبار في البلد لما كانوا في المتوسط نظم لهم تكريم، تمام، وشجعهم وعمل لهم هذا التكريم على أساس يشجعهم. وهي نقطة جدا مهمة، أنا لازم أشجع ابني. أنت موهوب بالرسم، أشجعه. أنت موهوب بالكتابة، أكتب، جرب مرة مرتين ثلاثة، افشل مش مشكلة. أنا بدأت بالكتابة بشكل تطوعي، يعني أنا لحالي، ما حدش إجي حكى لي والله أكتب ولا غيره. أنا زي ما تفضلت، أنا كنت بدرس بالهندسة، حتى يمكن أيام الجامعة كانوا الدكاترة يتفاجئوا يقول لي أنت الوحيد اللي بالنشاط الثقافي، شو لك علاقة في الموضوع؟ إنه إشي غريب. فسبحان الله، يعني أنا بدأت بالكتابة زي ما تقولي خرابيش، كانت قبل حوالي 10 سنين أو أكثر كانت خرابيش، سنة سنتين ثلاثة. أنا قعدت ست سنوات من عمري اللي كان يقرأ لي هم اللي عندي بس بالإيميل، يعني أكتب وأبعت على الإيميل فقط لا غير، ما حدا كان يعرف عن مين هو عبد الرحمن أو شو كتاباته. لبعد 6 سنوات لما بدأت أنا كمغامرة بدأت لبعض المواقع الإلكترونية والإخبارية وتفاجأت إنه والله في نشروا لي، فصرت أشتغل على حالي أطور نفسي. وأنا بقرأ لك كتابات رائعة جدا. يعني أنا بدي بس أنوه بأنه الإنسان إذا فعلا أصر أنه يكون متميز بيصير، والجهد كلياته بتراكم وأكيد في النهاية له نتيجة. بس بدي أسأل على موضوع تكريم الإعلاميين الشباب. نعم. اللي سبب حضورك الآن للأردن، وإن شاء الله هاليومين راجع للسعودية من مؤسسة حوار الإعلاميين. نعم. نحكي عنه. هلا التكريم، أنا الصراحة يعني قبل شهرين تقريبا أو أكثر من شهرين، من نهاية شهر 9 كنت أنا قاعد بتفرج على الأخبار وعلى الفيسبوك وبشوف، فأنا من الناس اللي أي شيء في مسابقة أو كذا وخاصة في المجال الإعلامي بحب كل فترة أشارك فيه صراحة، evaluate myself حتى أقيم نفسي وأقيم أنا من نفسي من خلال الناس، بيهمني جدا هذا الشيء حتى أني أطور نفسي. كيف أنا بدي أطور حالي إذا ما عرفت أن الناس كيف تقرأ لي وشو رأيها فيه؟ فوجدت أنه والله في إعلان أنه في مسابقة، هاي المسابقة مهرجان تكريم إعلاميين شباب أردنيين في الأردن. طلعت على الاسم، الاسم غير معروف، يعني اسم شاب يبدو واضح انه مجتهد، انشا موقع الكتروني اخباري، موقع حوار نيوز. رفعت التليفون وحكيت معه الاخ سامر، وانا بوجه له تحيه، يعني شاب من الشباب المميز في الاردن، سامر طوافش. فحكيت معه وانا في الرياض في عملي كنت، قلت له اخ سامر انا قرات هيك هيك هيك، والشروط العمر لازم يكون لحد 33 سنه، انا 33 سنه يعني بقدر اخر فرصه لي. فحكيت معه قلت له انا بعمل كذا 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 كذا، هل بستطيع اني اشارك؟ قال لي اكيد بتقدر، ما في مشكله. قلت له انا بدي اشارك بفئه التحرير الصحفي، لانه هي فئات مقسمينها، فئه الاخراج والتقديم التلفزيوني والتقديم الاذاعي الى اخره، وهي مبادره شبابيه خالصه. نعم. مجموعه شباب حبوا انه يعملوا تكريم للشيء. انا عجبتني جدا الفكره، وبصراحه حبيت اني اشارك، وحكيت له اياها على التليفون من اول مره، قلت له انا يا سامر راح اشارك في الموضوع هذا مش لشيء الا اولا لاني انا بعتبر انه من واجبي اني اشجع اي شاب من شباب بلدي واشارك في انجاح مبادره زي هيك حتى نشجع شباب بلدي. هاي شغله. الشغله الثانيه حتى انه زي ما حكيت لك انه الواحد يقيم نفسه من خلال هذا الموضوع. والشغله الثالثه رساله جدا مهمه انا بعتبرها كنت حاب يعني ابعثها لكل الشباب الاردني، مش شرط انك انت تكون اذا مغترب معناتها واجبك انتهى تجاه بلدك. انا رجل مغترب عن البلد، بعيش وبشتغل في الرياض من السنوات الطويله، لكن واجبي تجاه بلد لا يمكن ينتهي. انت يا ابن البلد الموجود هون ما تقعد تدور على المشاكل وتقول البلد كلها سوداء، بالعكس الفرص موجوده والمبادره والتصميم لازم تكون موجود معك، لانه هاي من اساسيات بلدنا. هلا التكريم كان مسابقه على جزئين، كان في تصويت في فئه التحرير الصحفي، الحمد لله انا حصلت على اعلى رقم في التصويت في التحرير الصحفي. الان النتائج النهائيه راح تعلن بعد لجنه التقييم يوم السبت القادم من خلال المهرجان، وانا بصراحه راح احضر التكريم واطلع على المطار مباشره ان شاء الله. أنا لازم اكون بشغل يوم الاحد ان شاء الله. بالسلامه. احنا استغلينا وجودك الاردن نشوفك، فحكينا لازم نجيب على استديو جديد. الله يبارك فيك. بدي اشكرك تواصلك الدائم معي. انت صديق عزيز، انا بحتاج فعلا بانه
مرات صفحات الفيسبوك بتعرفك على ناس فعلا متميزين. الله يسعدك يا رب. وكانت فرصة انه تعرفنا على بعض. سكرت صفحتي على الفيسبوك. الكل بيسأل لي، انا بحكي انا اللي سكرتها، ما عملت بلوك لأي ناس، انا شخصيا اللي سكرتها يعذروني، لكن التواصل دائما موجود. بحيي تواصلك، بحيي انتمائك لهذا الوطن، امنياتنا لك بالتوفيق المهندس عبد الرحمن بدران، وتحياتنا للأهل في السعودية. ألف شكر لك يا ست لانا. انا بدي اشكرك وخليني احكي جملة أخيرة بس للشباب. لما تدق الباب ما تستنى الباب يفتح لك من أول مرة. بدك تضلك تدق الباب مرة ومرتين وثلاثة وعشرة. يعني هاي نقطة جدا مهمة للي بده يبحث عن النجاح. صحيح. وبإذن الله راح تلاقي النجاح. أكيد أكيد. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، وسعيدين جدا بتواجدك معنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل إن شاء الله وراجعين.